جنائز بلا مشيعين وعشرة المقابر الجديدة في ظل استشراء بالغ الخطورة لوباء كورونا المستجد في اليمن. الوباء استحكم بالمدن الكبرى من صنعاء إلى عدن مسجلاً مئات الإصابات وعشرات الوفيات، فيما يستمر التكتم على الأرقام الفعلية لضحايا هذه الجائحة التي تهدد بالانتشار باتجاه التجمعات السكانية الأكثر أمناً خصوصاً في الأرياف. السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون أصدر واحدة من أخطر التحذيرات بشأن الوضع الصحي في اليمن جراء انتشار وباء كورونا، لافتا إلى أن الوباء ينتشر في كل أنحاء البلاد. السفير آرون تطرق إلى قضية رفع القيود المفروضة على إدخال السلع والمعدات الطبية، وربطها بمبادرة قال إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث تقدم بها ووافقت عليها الحكومة، فيما لا يزال ينتظر رد الحوثيين عليها دون أن يكشف المزيد من التفاصيل عن فحوى تلك المبادرة. وفيما يتفاقم الوضع الكارثي في عدن في ظل غياب الحكومة هناك، اعتبر آرون أن الوضع في الجنوب مؤسف للغاية ولا فائدة من القتال الدائر حاليا في محافظة أبين، مجددا دعوته إلى ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض للوصول إلى تشكيل حكومة موحدة في عدن، ومعبرا في الوقت ذاته عن رغبة المجتمع الدولي في أن يرى جدية من المجلس الانتقالي في تنفيذ الاتفاق. تداعيات وباء كورونا تهدد البنى الصحية والوضع الاقتصادي الهش، وتضع اليمن وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أمام وضع كارثي فيما يتعلق بالأمن الغذائي، إلى جانب ما يسببه تراجع تحويلات العاملين اليمنيين في دول الخليج. المدير العام المساعد للمنظمة عبد السلام ولد أحمد لفت إلى أن إجراءات العزل من المرجح أن تؤثر على سلاسل الإمدادات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية والتي توفر الغذاء لجزء كبير من السكان. الاتحاد الأوروبي وبإزاء وضع كهذا أعلن عزمه تقديم 55 مليون يورو لدعم مواجهة فيروس كورونا ولبناء استجابة أوروبية قوية ومنسقة في اليمن ضمن هذا الدعم، ودون أن يحدد موعدا لدخول المبادرة الأوروبية حيز التنفيذ.